بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حلقة جديدة من حلقات برنامجكم سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. حلقة اليوم عن سيدنا النبي سليم الصدر الوفي لأصحابه عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا ومع حضراتكم فضيلة الدكتور مجدي عاشور، مستشار فضيلة مفتي الديار المصرية. مرحبا يا مولانا. أهلا وسهلا بك. أهلا بك يا سيدي. في بداية الأمر يا مولانا، عايزين نتعرف على معنى كلمة سلامة الصدر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا. سلامة الصدر هذه بمعنى نقاء القلب. الصدر عندما يطلق في القرآن فيقصد به القلب، وسلامة الصدر مأخوذة من القرآن. والإنسان سليم الصدر بالمعنى البسيط أنه صفحة بيضاء لا يعكرها شيء. كلما عكر أحد سليم الصدر فنجد أن عنده شيء يمسح هذه العقارة، وترجع مرة ثانية صفحته بيضاء للخلق. الله. فهو يتقبل من الناس كل قبيح ولا يخرج إليهم إلا كل مليح. ما شاء الله. وهذا مأخوذ من القرآن. سليم الصدر هذه صفة من صفات أهل الجنة. إننا عند استقرائنا للقرآن نعرف صفات أهل الجنة في أناس موجودين على الأرض. عندما نجد أن أوصاف أهل الجنة متحققة فيهم فنعرف أن هؤلاء الناس إذا استمروا على ذلك فهم من أولياء الله ومن أهل الجنة. الله. القرآن يقول: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فلا يوجد غل في صدورهم لأحد، تجده سليم الصدر لكل إنسان بل لكل الخلق جميعا. ونحن قلنا قبل ذلك أن الإنسان المسلم الحقيقي الذي هو سليم الصدر يعامل الأكوان ويعامل الإنسان بمعاملة طيبة. إن أساءوا إليه أحسن إليهم، وإن ظلموه عفى عنهم، وإن حرموه أعطاهم، فلا تجد في صدره شيئا من هذا. لذلك هذه صفة أهل الجنة موجودة في سلامة الصدر، فتجده لا يحمل غلا لأحد. إن أخطأ أحد في حقه واعتذر إليه قبل اعتذاره على الفور. لا يتتبع أخطاء من أساء إليه، بل يغفر له ويسامح، بل قد يعيب على من ذكر أخطاء من ذكره بسوء. يبقى إنسان يجي وذكر إنسان بسوء، ذكر سليم الصدر بسوء، فسليم الصدر يتحمل. فيأتي ثالث ويقول: إيه ده هذا الإنسان الذي يذكرك بسوء؟ يقول له: اسكت، لا تتكلم، لا تزيد الأمر فجوة بيننا، أو تزيد الفجوة بيننا، ولا تدخل الشيطان بيننا. فسلامة الصدر هذه صفة جميلة. ولذلك بعض العلماء فسر تفسير حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، شرحه سيدنا النبي يقول إيه: اطلعت على أهل الجنة فوجدت أكثر أهلها البله. فالبله جمع أبله. فالناس تبص كده بظهر الحديث، أبله يعني معذرة، عبيط، أهبل يعني، يعني كده شغال شغل دروشة كما يقولون. لا، قالوا الأبله هنا أنه سليم الصدر، لا يحمل في قلبه ضغينة لأحد، لا يكره أحدا، ولا يحمل له حقدا، ولا يحسده، ولا ينظر إلى ما في يديه، ولا يذكره بسوء. قالوا ده معنى الأبله اللي في حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان لو بهذه الصفات يبقى يعلم أن إحدى قدميه الآن في الدنيا والثانية في الجنة. نسأل الله عز وجل أن يضم القدمين في الجنة يوم القيامة. آمين يا رب العالمين. إذن يا مولانا، هل سلامة الصدر هي ما يطلق عليه غفلة الصالحين، وهي صفة من صفات الصالحين؟ نعم، في كتب الحديث وكتب التراجم عندما يثنون أو يمدحون أحدا من العلماء يقول: وكان رحمه الله سليم الصدر. الله. وكان رحمه الله عنده غفلة. عنده غفلة يعني إيه؟ يعني لا يهتم بأمور الدنيا بدرجة كبيرة. طبعا يعيش حياته ويعيش مع أبنائه، يحصل رزقه، يمشي في الأسباب،
ولكن لا تكون الأسباب مالكة لقلبه، هو يملكها ولا تملكه، لأنه يتوكل على رب الأسباب وليس على تلك الأسباب. فهنا معناه أنه فيه غفلة، فيه غفلة بأنه لا يدقق في الأمور، خاصة فيما يقع من أخطاء من الناس. لذلك الإنسان لو فعل هذا الأمر قلنا سيتعامل مع الكون كله بالرحمة. فنجد أن الإنسان يقول لك إيه، وأنت عندما ترى إنسان عاصي وإنسان مطيع فأنت تعامل المطيع معاملة طيبة والعاصي لا تعامله معاملة طيبة؟ لا، سليم الصدر يعامل هذا بطيبة وهذا بطيبة. لماذا؟ لأنه يرى أن هذا صنعة الله وهذا صنعة الله. لذلك يقولون إذا عاملت الخلق على أنهم صنعته، صنعة ربنا عز وجل، فقد تقدمت إليه بالإحسان. أفتظن بعد ذلك أن يعاملك بالنقص أو الحرمان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فهنا إذا عملت الخليقة كلها عاصي ومطيع، جماد معذرة وحيوان وإنسان طبعا فوق الكل، معاملة حسنة بصدر رحب بسلامة صدر، كما وصنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. كان سيدنا عبد الله بن مسعود في الحديث يقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بأمر وقال للصحابة لا تتكلموا فيه، فخرج فسمع بعض الصحابة سيدنا عبد الله بيتكلموا فيه، فراح قال لسيدنا النبي بينقل له الحديث، فسيدنا النبي قال له دعني منك، يعني لا تتكلم في هذا، لا يذكر أو لا تذكروا شيئا عن أصحابي أو لا يبلغني أحد عن أحد من أصحابي شيئا، فإني أحب أن أخرج إليهم سليم الصدر. الله، صفحة بيضاء، بلاش تعكر هذه الصفحة البيضاء. من هنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا المثل، وفي أوجه لهذا ومظاهر لسلامة الصدر تبين كيف نعرف سليم الصدر من البشر أو من أتباع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في مظاهر أو تصرفات تؤكد لي أن هذا الشخص ممن يتصفون بسلامة الصدر. نعم، عايزين نتعرف على بعض هذه المظاهر. أولها بشاشة الوجه. بشاشة الوجه دليل على قلب نقي. لذلك سيدنا النبي يقول إيه، يقول ولو أن تلقى الصدقة، عليك بالصدقة ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق بشوش. فبشاشة الوجه تنبئ عن طيب القلب، ده أول شيء. لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما قابل أحدا إلا بشى في وجهه، فالإنسان قدامه مباشرة يرتاح ويطمئن قلبه، بشاشة الوجه. تاني شيء إن العطاء ولا أنظر ما في أيدي الناس وأجعل الدنيا في يدي وليس في قلبي. ليه؟ لأني سليم الصدر قلبه متعلق بالله لم يتعلق بالدنيا. في حديث إن امرأة أعطت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بردة منسوجة جميلة، حتى كل الصحابة شافوها كده، الست بتديها لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فلما خدها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ولبسها وبعد كده راح قلعها ودخل البيت، فقبل ما يخش البيت واحد من الصحابة جه قال له ألك حاجة في هذه البردة يا رسول الله ولسه جديدة ما لبستهاش ويعني وأنا ما عنديش سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له انتظر. فدخل البيت سيدنا النبي راح قالع البردة ولففها وحطها في كيس راح بعتها لهذا الصحابي الذي سأله إياه. فالصحابة كلهم راح هجموا هذا الصحابي، إزاي دي هدية أول مرة تيجي لسيدنا النبي، إزاي أنت تطلبها منه وإزاي تستوحشه كمان ما نلحقش نمتع سيدنا النبي بهذا الأمر عليه الصلاة والسلام. ولكن سيدنا النبي سليم الصدر. فالرجل قال لهم وأنتوا فاكرين إن أنا هاخدها عشان ألبسها؟ قالوا ما أنت واخدها ليه؟ قال سأضعها أتبرق بها ثم أجعلها كفنا لي، عسى الله عز وجل الله أن يغفر لي بها لأنها من رائحة رسول الله. سيدنا النبي لبسها عليه الصلاة والسلام فواخدها بركة من سيدنا النبي. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهيجعل لها كفن لنفسه. يبقى شيء مس رسول الله جل ربنا أن يعذب شيئا مس جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودي يا مولانا رمز أو يعني إشارة إلى كرم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال الشاعر ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعمه. من سلامة الصدر أيضا أننا عندما نقابل أحد ممكن يكون شكله مش قوي، منظره مش حلو، من الذوق الرفيع الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نذكره بسوءه، ألا نذكره بدمامة وجهه مثلا أو بشكله، لأن الشكل ده لا أحد يتكلم فيه لأنه صنعة الله. فالإنسان لا يحاسب إلا على الأمر الكسبي،
وليس على الأمر الجبلي الطبيعي الذي خلقه الله عليه. الله. فكان سيدنا النبي عنده صاحب اسمه زاهر، فزاهر ده كان صاحب سيدنا النبي قبل البعثة وفضل مستمر بعد البعثة، وكان يبعت هدايا لسيدنا النبي وهو كان ساكن في البوادي، وسيدنا النبي يبعت له هدايا. فجي مرة من المرات، شوف سيدنا النبي يتعامل ازاي بسلامة الصدر وبالذوق الرفيع، فجي مرة من المرات زاهر هذا جالس في السوق يبيع أغراض وهو جاي بها من البادية، فجي سيدنا النبي من الخلف فراح زي ما بنعمل كده استغماية، راح سادد عين زاهر وصدر سيدنا النبي في ظهر زاهر من الخلف. طب عايزين نعرف تفاصيل قصة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مع زاهر، ولكن بعد فاصل بعد إذنك يا مولانا. فاصل ونعود إليكم، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم من الفاصل الجزء الثاني من حلقة اليوم من برنامجكم سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. نتكلم عن سيدنا النبي سليم الصدر الوفي لأصحابه. معنا ومع حضراتكم ويشرفنا ذلك فضيلة الدكتور مجدي عاشور العالم الأزهري الجليل ومستشار فضيلة مفتي الديار المصرية. مرحبا يا مولانا. أهلا وسهلا بكم. قبل ما نخرج يا مولانا للفاصل، كنت فضلتك بتشرح لنا موقف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مع صديقه زاهر الذي له دمامة في الوجه. نعم. سلامة صدر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تجعل الناس جميعا من ناحية الخلقة سواء أسوياء، لأن الناس هم صنعة الله وخلقه، فلا نعيب على أحد بشكله، بدمامته، بقصره، بمثل بتخنه أو بأي شيء، لا، طالما أن هذا الشيء جبلي فلا نعيب الأشياء الجبلية، إنما قد نذكر الأشياء الكسبية، إذا فعل فعلا مشينا، إذا اتسم بصفة غير جيدة نتكلم في هذا. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى زاهر وجالس في السوق يبيع متاع بعض الأمتعة وبعض أغراضه، فمسكه من الخلف بيهزر زي ما بنقول معه كما يفعل الناس الآن. الناس تظن أن سيدنا النبي كان عبوس أو كان لا يضحك أو كان لا يداعب أصحابه أو أهل بيته، أبدا. سيدنا النبي هذا بشر ولكنه أكمل البشر صلى الله عليه وسلم. فمسكه من الخلف ووضع يده صلى الله عليه وسلم الشريفة على عيني زاهر وقال من أنا؟ فزاهر يقول من؟ وسيدنا يقول له من أنا ثلاث مرات، وزاهر عرف أنه هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن فضل يحك ظهره زاهر في بطن أو صدر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تبركا بأن يمس شيء منه، شيئا من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال محمد، فالتف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إليه من الناحية الأمام وقال من يكمل المزاح، من يشتري هذا العبد ولو بدرهم؟ قال إذا تجدني كاسدا يا رسول الله، بضاعة كاسدة يعني. لشكلي وهيئتي. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن له المعيار، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، سلامة الصدر تغني عن دمامة الوجه. قال ولكنك عند الله لست بكاسد، عند الله لك قيمة، لأنك تحمل قلبا جميلا يكفي أن فيه حب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا سيدنا النبي علمنا عشان يبقى فيه تجربة إزاي نكون سليم الصدر أو سليم الصدر عندما تحدث لنا أشياء على غير أمزجتنا، شيء عقر علينا حياتنا، نعمل إيه؟ فجاء في الحديث الرجل تشاجر مع أخيه واحتد الاثنان وتشاجرا، فزاد أحدهما حدة وانتفخت أوداجه وعروقه، امتلأ فيها الدم وأحمر وجهه وعلى صوته. إيه هذا المنظر؟ سيدنا النبي لا يحبه، لا يحب مكانا فيه هذا المنظر، لأنه يحمل سمات الشياطين. كده معناه أن بداية حضور الشيطان. فسيدنا النبي عمل إيه عشان يبرده وعشان يطمئنه؟ فبش في وجهه ضحك ثم قال إني لأعلم كلمة لو قالها هذا الرجل لذهب عنه ما به. قالوا وما هي يا رسول الله؟ قال يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقالها فسكن قلبه واطمأن خاطره وسكت وكأن لم يكن به شيء من الغضب. جميل. بهذه الطريقة الإنسان يصبح سليم الصدر مع الناس ويرجع صفحة بيضاء كما أراد الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا العلماء والصالحون
تمسكوا بهذا الأمر ويعني جربوا وامتثلوا، وصار سيدنا النبي قدوة لهم في هذا الأمر. معروف القرخي هذا من كبار التابعين أو الصالحين، وكان يحكي عنه الإمام أحمد بن حنبل كثيرا، حتى ذكروا في الكتب أنه كان مجربا في إجابة الدعاء، الدعاء لو دعا يستجاب الدعوة، مستجاب الدعوة. فبيقولوا ماشي مرة عشان يشوف سلامة الصدر، أن تعامل العاصي والمطيع بسلامة صدر، حتى تأخذ الناس إلى حضن الشريعة ولا تبعدهم عنها، حتى تأخذهم إلى الله ولا تبعدهم عنه. فيمشي يقول مشى يوم عيد ومعه تلاميذه مريدوه، بعد سياحة في الأرض وبعد ذكر وبعد قصرة أذكار وقراءة قرآن وصلى وسلم على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهم جايين في يوم العيد وجدوا شبابا آخر على أو آخرين على معصية يلهون ويعبثون إن يحتفلوا بالعيد على طريقتهم، على طريقتهم ممكن يدخلوا بعض الأشياء غير المسموح بها، قد تكون حراما، قد يشربون الخمر، شباب حماس، وحماس الشباب هنا قالوا له يا سيدنا يا أستاذنا شوف هذا الشباب الذي يلهو ويمرح ونحن في العيد ويعصون الله عز وجل، حماس شباب بلهو وحماس شباب بشدة. فائدة الشيخ الأستاذ أن يوجه، يخفف من غلواء وشدة هؤلاء، ويحاول أن يساعد ويأخذ بيد هؤلاء. فقالوا له يا شيخنا ادعوا الله عليهم فأنت مجاب الدعوة. فسيدنا معروف القرخي مش تلاميذه اللي هيوجهوه، سليم الصدر أمام الخلق جميعا، زي ما أنا بربيكو لازم أربي دولم، زي ما أنا بنفعكو لازم أنفع دولم. سيدنا النبي مش جاي ينفع المطيعين بس، ده جاي ينفع العصاة أكتر من المطيعين. فقال له راح رفع إيدي للسماء، فقال له خلاص دعيت عليهم دعاء مستجاب. فراح هو رفع إيدي وقال اللهم كما فرحتهم في الدنيا ففرحهم في الآخرة. الله. فهنا تلاميذه زعلوا، يا سيدنا احنا بيقول لك ادعي عليهم تدعي لهم. قال لهم أما رأيتم لو فرحهم الله في الآخرة يكون قد تاب عليهم. صحيح. بدلالة التضمن إن أنا بدعو ليهم بالتوبة والهداية ويفرحوا في الدنيا وربنا يفرحهم في الآخرة بدل ما دعوا عليهم. ماذا نكسب من وراء هلاكهم؟ وإنما نكسب من وراء نجاتهم. بهذه السلامة الصدر الإنسان يجب أن يتعامل مع الناس ويتخلق بأخلاق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في التعامل مع المخلوقات جميعا، مع المسلم المطيع والعاصي، مع غير المسلم، مع الكائنات كلها. المثال ده مولانا بتاع سيدنا معروف الكرخي جميل جدا. احنا في زماننا المعاصر الناس عمالة تدعي على بعض ويقول حسبي الله ونعم الوكيل في بعضهم البعض. فندعي لهم بدل ما ندعي عليهم، لانك اذا دعوت حتى على ظالمك، قال من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من دعا على ظالمه فقد انتصر، أخذت حقك خلاص. إنما لو تركته يبقى تركت أجرك على الله، فمن عفى وأصلح فأجره على الله. الله. فهنا هذا هو الذي يجمعنا ولا يفرقنا، سلامة الصدر هذه، وأن نعفو عن الناس جميعا، وأن نقربهم إلينا، وأن نبين لهم محاسن الشريعة التي تخلق بها العلماء العاملون الصالحون. ما شاء الله. احنا مولانا عنوان الحلقة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام سليم الصدر الوفي لأصحابه. هل هناك ارتباط بين سلامة الصدر والوفاء؟ نعم، ده هناك ارتباط وثيق بين سلامة الصدر والوفاء. سليم الصدر صادق الحديث، سليم الصدر وفي الوعد، سليم الصدر محسن، سليم الصدر معط ومنفق لله عز وجل، سليم الصدر متسامح، عنده الصفات الجميلة، إنه سليم الصدر صفحة بيضاء كما قلنا. فهو عنده وفاء حتى لمن أوفوا إليه أو من غير من غير من أوفوا إليه، سواء عملوا معه شيء جميل أو معروف أو لم يعملوا معه جميل أو معروف. وهنا هذه العلاقة الوفاء نجد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يمثلها في أعلى أمثلتها ونماذجها. فمثلا عندما كان مع الأنصار، سيدنا النبي هاجر من مكة إلى المدينة، وكان طبعا المدينة كان الأنصار استقبلوا صلى الله عليه وسلم استقبال جميل، أنما طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. فاستقبلوه أشد من أهله، فلما استقبلوا وصار واحدا منهم، حتى إنه قال صلى الله عليه وسلم إن الأنصار كرشي وعيبتي، كرشي وعيبتي يعني اللي بين الملابس وبين جسمي حتى مني، فهم مني وأنا منهم،
ما سلك الأنصار شعبا إلا سلكت شعبهم، وترك كأنه ترك المهاجرين جاي من مكة بس أنا مع الأنصار لأنهم إيه آووا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندما سيدنا النبي جاء من غزوة وفيها غنائم وزع على فقراء مكة أو المهاجرين، غزوة حنين، غزوة حنين، وترك أهل الأنصار المدينة، فكأن أهل الأنصار بشر، فأصابهم بعض الزعل أو الغضب وقالوا يخص أهله وعشيرته اللي هم أهل مكة المهاجرين ولا يعطينا، وتكلموا بكلام الله عز وجل بلغه لرسوله صلى الله عليه وسلم. فنزل جبريل وقال يا محمد إن الأنصار قد وجدوا عليك، يعني غضبوا منك بسبب كذا وكذا. فسيدنا النبي قال إيه؟ أيها الأنصار هلموا فاجتمعوا في بيت واحد ولا يدخل معكم أحد إلا منكم. فدخلوا كلهم، حتى واحد كان ابن أختهم قالوا إيه ده ابن أختنا معنا، قال ابن أخت القوم منهم يخش، المهم يكونش معهم مهاجرين. فلما دخلوا سيدنا النبي جلس معهم وقال أرى ما في صدوركم تقولون إنه جاء طريضا وأويناه، وإنه جاء مكذبا فصدقناه، وإنه جاء يعني من أهله مطرودا من البلدة فواسيناه. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولكنكم ما دخل الإسلام في قلوبكم إلا به، أما تعلمون أن الله لم يطهر قلوبكم إلا به؟ قالوا بلى يا رسول الله. وأخذ سيدنا النبي يكلمهم حتى قالهم إنكم لتنظرون إلى لعاعة من لعاع الدنيا، لعاعة اللي هي الغنائم اللي جت دي حاجة دنيوية وانتهت، والناصح والشاطر ما يتعلقش بأمور الدنيا، يتعلق بأمور الآخرة. ليه؟ لأن أمور الآخرة صفتها الخلود مستمرة، إن أمور الدنيا تنتهي بزوالك أو بزوال الدنيا. صحيح. فسيدنا النبي راح جامعهم وقال تتعلقون بلعاعة وزعل إن أنتوا إزاي تتكلموا كده وأنا بحبكم، حتى إنه صلى الله عليه وسلم بعدها راح داعي لأهل الأنصار فقال اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار ولنساء الأنصار. فقال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بقى قولة جميلة يجب أن تكتب بماء الذهب، فقال أما ترضون أن يرجع الناس بالشاء والبعير، أو في رواية يرجعون بالدنيا وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا رضينا يا رسول الله حظا أنت حظنا وقسمتنا رضينا بك، وبكوا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وظنوا أنهم قد أساءوا إليه، ومع ذلك قرر دعاءه لهم ليجلي عن قلوبهم وليبين لهم أنه ما من أحد يكون أو يسدي جميلا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلا يزديه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يزديه الله عز وجل ويعطيه هذا الأجر. ذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من أحد له علي يد إلا وفيته إياها إلا أبا بكر فإن الله يوفيه أجره. فهنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ أهل الوفاء، إنتم آويتموني حقيقي وأنا أعطيكم هدية كبيرة، وإن أنا أفضل في وسطيكم. ولما فتح مكة ما رجعش ولم يدفن في مكة، وإنما دفن في المدينة هذه البقعة المباركة التي يتشوق الناس في الذهاب إليها ويشعرون هناك بالراحة والسكينة. إذا لم نطب في طيبة عند طيب به طابت الدنيا فأين نطيبه، حيث مكان قبره صلى الله عليه وسلم وجسده الشريف. لم يقتصر الأمر على الأنصار، ولكن حتى في العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة، يعني العلاقة العشرة، وهذا ما نحتاجه الآن. سيدنا النبي مع السيدة خديجة، السيدة خديجة وفية لسيدنا النبي وسيدنا النبي وفي للسيدة خديجة، فتقول له كلام جميل عندما جاء يرتعش من شدة الوحي، فقالت له لا تخف ولا تحزن، فإنك والله تصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق وتقري الضيف، بتقعد الضيف، انت بتعمل الصفات الجميلة فلن يخزيك الله أبدا. فلما قالت له هذا وواسته بمالها وبنفسها، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يعامل السيدة خديجة التي أنجب منها أبناءه معاملة طيبة، ما قال لها سوءا قط، وما تضجر في وجهها أو قشر كما نقول في وجهها قط، وإنما بشوش أمامها، حتى إنها بعد موتها تقول السيدة عائشة ما غرت على أحد غيرتي على عائشة. ليه يا ستنا أم المؤمنين عائشة؟ قالت
لقد كان يحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا جما. ستنا عائشة بتغير من ستنا خديجة، من ستنا خديجة من حتى بعد ما ماتت من قطر الوفاء. ليه؟ سيدنا النبي كان عارف صوت السيدة خديجة، فتقول كانت تأتينا هالة أخت السيدة خديجة بنت خويلد وهي على الباب فتنادي، فسيدنا النبي عارف صوت هالة فيقول اللهم هالة، يا رب اجعلها هالة. فتدخل السيدة هالة فتدخل على سيدنا النبي فيفرش لها البساط ويجلسها ويبش في وجهها وفاء للسيدة خديجة، حتى إنهم يقولون إن ماشطة السيدة التي كانت تمشطها تسرحها كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يستقبلها ويبش في وجهها، وكان إذا ذبح الذبيحة جعلها في خلائل أو خليلات خديجة صاحبات خديجة، وفاء للسيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. الكلام عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كلام جميل، والكلام الجميل بيمضي سريعا. اسمحوا لي باسم حضراتكم نشكر فضيلة الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الديار المصرية، بنشكرك يا مولانا على هذا الجهد وهذا العلم. الله فيكم. ربنا يزيدك علما ونفعنا بعلمك. بارك الله فيك. إلى لقاء إن شاء الله في حلقات قادمة من برنامجكم سيدنا النبي مع مجموعة من علمائنا الأجلاء. نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.